في هذه اللحظات يلعب الكريم، تمت انطلاقة الشوط السادس في المجموعة. هذا الشوط الثاني قد انه فئة الزمول، هذا الشوط المغلق انطلق بحفظ الله سلامة اللي في اول المراكز. في هذه اللحظات المتحد السيد عيسى ابن معيض الغياسين في اول المراكز، ثاني المراكز اللي في اول المراكز، هذا شاهين المتحد للسيد عيسى بن معيض الغياسين في اول المراكز، ثاني المراكز هذا شاهين للسيد سالم بن محمد المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل الشبابي للسيد حميد بن محمود الرشيدي مع الشبابي في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا فجاجة للسيد سالم بن علي. في هذه اللحظات في مع فجاجة في الرابع المراكز وخامس المراكز، واصل مرحب ويا مرحبا بمرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المفاجئ، يا مرحبا بشعار الوكرة. في هذه اللحظات هي الحفل الكريم في خامس المراكز، ولكن اللي في اول المراكز خارج التغطية، اللي في اول المراكز عذرا، هذا شوط مغلق بدون اي اوامر، وانت في هذه اللحظات خالفت الاوامر. اللي في اول المراكز رقم سبعة الشبابي للسيد حميد بن محمود الرشيدي في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن اي الحفل الكريم، هذا فجاج السيد سالم بن علي في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الايمن اي الحفل الكريم، هذا مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن مع مرحب. في هذه اللحظات هي الحفل الكريم في ثالث المراكز من الجانب الايمن، ولكن روح مع اللي في اول المراكز، هذا الشبابي للسيد حميد بن محمود الرشيدي في اول المراكز، ثاني المراكز هذا اللي في ثاني المراكز فجاج للسيد سالم بن علي في ثاني المراكز، ثالث المراكز سالم بن علي شنجل في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز هي الحفل الكريم، هذا مرحب ويدعو مكية مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري مع مرحب في ثالث المراكز، ولكن اللي في اول المراكز وما زال حتى هذه اللحظات في اول المراكز، هذا الشباب للسيد حميد بن محمود الرشيدي في اول المراكز، ولكن من الجانب الايمن سلل الشنجل وانتزع المركز الاول فجاج للسيد سالم بن علي شنجل في اول المراكز، ثاني المراكز الشباب للسيد حميد بن محمود الرشيدي مرحب من الجانب الايمن في ثالث المراكز، ويدعو المكية مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري، ولكن هذا هو الشبابي للسيد حميد بن محمود الرشيدي في هذه اللحظات، هذا هو الشبابي للسيد حميد بن محمود الرشيدي في اول المراكز، ثاني المراكز هذا فجاجة للسيد سالم بن علي الشنجل المري مرحب من الجانب الأيمن، مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري، يتسلل وينتزع المركز الأول في هذه اللحظات. رابع المراكز أي الحفل الكريم، هذا اللي في رابع المراكز شاهين للسيد سالم بن محمد المري، ولكن روح مع مرحب راح مرحب في هذه اللحظات كعوائده دائما وأبدا وعوائد هذا الاسم والشعار، ولكن اللي في أول المراكز من الجانب الايمن مرحب ويدعو المكية مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذا هو فجاج للسيد سالم بن علي الشنجل في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصل الى ثاني المراكز، وصل في هذه اللحظات عزام للسيد محمد بن سالم المري في ثالث المراكز، ولكن مرحب في اول المراكز، هذا هو مرحب ويدعو مكية مرحب للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري مع مرحب في اول المراكز، ثاني المراكز هذا اللي في ثاني المراكز هي الحفله الكريمه.
ادو شاهين لسه سالم بن محمد المري، ولكن مرحب راح مرحب بالمركز الاول كعوائده دائما وابدا، انتزاع المركز الاول وسيطره سيطره تامه. مرحب لسه سالم بن محمد بن ناصر بن خن المري مع شعار الوكره يستاهل المفاجئ. اما اللي في ثاني المراكز وصل شاهين لسيد سالم بن محمد المري، وثالث المراكز وصل هذا عزام لسيد محمد بن سالم المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط يا الحفلة الكريمة 5 دقائق بالتمام والكمال و98 جزء من السنة. تهانينا والناموس لسيد سالم بن محمد بن ناصر باللخن.